السلام عليكم ورحمة الله. طلابنا الأعزاء، مختبر فيزياء عام 2، أسعد الله أوقاتكم. تجربتنا اليوم هي قانون كيرشوف، كيرشوفز لوز. الأستاذ سالم مشكوراً بده يشرح لكم الجزء العملي الخاص بالتجربة، فتفضل أستاذ سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي تجربة يعني أو هاي تجربة دارة مبسطة وسهلة توضح قانون كيرشوف تماماً. في عندنا أول شيء مصدر جهد E1 5 فولت، وعندي R1 214 أوم، وعندي R2 300 أوم، وعندي E2 برضو 5 فولت، عندي R3 120 أوم. بس إحنا المفروض عندنا إنه من ناحية الكيرشوف الأول، قانون الكيرشوف الأول اللي هو قانون حفظ التيار، يكون عندي I1 زائد I2 يساوي I3. I1 زائد عند هاي الجنكشن، عند هاي الجنكشن A، عند هاي الجنكشن لازم I1 زائد I2 يساوي I3. هذا نتحقق منه عمليا الآن ونثبت هذا الشيء على الجدول. كمان بالنسبة لقانون كيرشوف الثاني، قانون حفظ الطاقة للوب، اللوب مغلقة، هاي اللوب الأول، لازم يكون عندي E1 تساوي I1 ضرب R1 زائد I3 ضرب R3، لأن هاي الدارة، هاي الحلقة المقفلة. كذلك الأمر لازم يكون عندي E2، الحلقة الثانية هاي لازم يكون عندي E2 تساوي I2 ضرب R2 زائد I3 ضرب R3. وعلى الجدول هذا الكلام نثبت، هاي R1 اللي هي 214، وهاي R2 اللي هي 300، وهاي R3 اللي هي 120 أوم. هلا هذا المجرد احنا بنعطيكم اياه الان. المجرد احنا عمليا بدنا نقيس الفولتج وبدنا نقيس التيار. شو مقصود انا بالفي؟ بالفي هاي I1، الفي الها اللي هي I1 كالكوليتد، اللي هي كل واحد من ال V بتساوي I في R. هذا نظري. النظريا هذا انت عليكم يعني. ال V1 لازم تكون I1 في R1. هاي عفوا شوي خليها. ما هي عامة هاي. هاي المجر بعطيكم اياها احنا، هاي قياسية قراءة. هلا اللي بدك تحسبوها اللي هي V بتساوي I في R. يعني هون بتكون I1 في R1. I1 بقيسها ولا شو؟ بدي لا شو اسمه؟ هاي اسمها كالكوليتد. هاي ميجرد. معناته بده يطبق قانون كيرشوف. I1. طبعا بدي احقق منه نظريا وعمليا. الكالكوليتد عليك I1 في R1، وهاي I2 في R2، وهاي R3 في R3. هذول كلهم كالكوليتد حسابيا. يعني بدك تثبت الجدول هذا موجود في الكتاب، بس انا حبيت اوضحه. يعني بدك تحسب I1 في R1. I1 هي هون، هسه بناخذها من هون. I1 بناخذها من هون، هاي هون I1 بتصير هي بالكالكوليتد. هاي I1، هاي I1، هاي I2، وهاي I3. بدك نعطيها هاي القيم. هلا انت بدك تحسب بعد ما تطلع انت I1 وهي R1 موجوده، تحط هون كالكوليت I1 في R1، I2 في R2، I3 في R3. خلص. يعني الجزء الاول هاي الدائره الموجوده امامكم وعليها القيم، بدك تعتبر هاي الدائره سؤال نظري وتطلع I1 I2 I3. صحيح، مش هيك ابو عبد الله؟ صحيح. الان الجزء الثاني اللي هو كلامك سليم. صحيح. يعني هاي شكرا دكتور جهاد. يعني انت هذا بدك تعتبر هاي دارة كيرشوف. من دارة كيرشوف معطيك E2 معطيك E1 ومعطيك كل الـ R وR1 وR2 وR3، بدك تحسب I1 وI2 وI3 وتثبتهم. هاي كالكوليتد حسابيا هذول كأنه سؤال نظري. ايوه. بعدها بتيجي هون الكالكوليتد تحسب I1 في R1، I2 في R2، I3 في R3.
طبعا ليش هذا نحسبهم؟ لان في اجابات اسئله من خلالهم، هذا نريد الاستاذ راح يوضح لكم اياه، بدك تتحقق من قانون كيرشوف الثاني وقانون كيرشوف الاول. تمام؟ هسه المجرد بدنا ناخذ على نيجي للتجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل ابو عبد الله. التجربه اللي عندنا بالشكل الثاني، نبدا بالاشياء اللي هي البسيطه فيها. هاي عندنا الباور سبلاي، باور سبلاي اللي هي 5 فولت، هاي 5 فولت. ثبت 5 فولت. منها بناخذ سلكين. سلكين، سلك على المقام الاولى، هاي المقام الزرقاء هاي. هاي اللي اسمها R1، هاي الزرقاء R1 اللي هي احنا عندنا 214 هاي. تمام؟ بعدها هاي المقاومة هاي اسمها R2 اللي هي 300. ال 300 بنجيب من باور سبلاي ثاني برضه 5 فولت، 5 فولت، هي 5 فولت بنوصل عليها لهون. نفس الشيء. هلا ناخذ من الكومون السالب، يعني من السالب على طرف المقاومة R3 من تحت، هاي R3 هيها اللي هي 120. 120. ناخذ من السالب البطارية الثانية برضو على 120. إذا بتقارن أنت، إذا بتقارن هون، إذا بتقارن هون، لاحظ معي، هاي الموجب أجا على R1، الموجب أجا على R2، وبعدين السالب، السالب التقى مع R3. وهذا موصل التجربة موضحة، وياها مرة ثانية شوفوها كيف توصلها. هي هون هلا هاي، هاي R1. المقاومة الزرقاء اللي هي R1 كم قيمتها؟ اللي هي 214 اوم مشبوكه مع R2 اللي هي قيمتها اللي هي 300 300 مشبوكه بنقطه اتصال واحده مع R3. لاحظ هاي نقطه الاتصال بين الثلاثه، هاي محل القلم الازرق نفس الشكل. بعدها السالب، السالب مشترك 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 الثلاثه برضه. تمام. هلا بالنسبه لكيف نتحقق من القراءات، اول بدنا ناخذ قراءات الجهد لكل مقاومة. E1 احنا عندنا هاي بنستخدمه، هذا الجهاز بنستخدم كفولت ميتر، كفولت ميتر هاي حطيناه على هون 20، خيار V، هاي خيار V 20، وهاي هون بناخذ السلك بنحطه على V، وهاي هون الكومن. طبعا هذا في التجربة الماضية شرح لكم عنه الأستاذ سالم، ديجيتال مالتي ميتر. لاحظوا الأحمر وين محطوط؟ الأحمر محطوط على في أوم، وأنا بدي أستخدمه هون لقياس الفولتج، والأسود على الكومون. الأسود على الكومون، هيو الأسود على الكومون، والأحمر على الفولت، وهي على خيار V، وهون 20 فولت على خيار العشرين فولت. تمام. والشاشة بتعطيني القراءة. هلا هذول الطرفين معناها جاهزات نقيس فيهن فرق الجهد بين اي نقطتين. طبعا فرق الجهد على التوازي الفولت ميتر. الان هاي الان الموجب وهاي السالب، هاي المقاومة الاولى بنقيس V1 لها، V1 اللي هو فرق الجهد بين طرفيها، بنوصل الموجب على الموجب، هيها الاحمر على الاحمر، الاحمر على الاحمر، وهاي السالب على السالب. اعطتنا الان، اعطتنا لا مش مشكلة، مش بنشغل الدرجة بالضبط. هاي ترى ظهر اثنين فاصلة، خليها شوي، 4 من 10، 2 فاصلة، ثبتت على 4 من 10 أو 45 مللي، 2 فاصلة 45 مللي، هاي المجر بال، المجر بال الارمن اللي هي V1، هاي V1 يساوي المجر. تمام. يلا هلا خلصنا المقاومة الاولى، هاي المقاومة الاولى، كمان مره فرجيكم التوصيله، هاي المقاومة الزرقاء على طرفيها قسنا فرق جهدها، خلصنا V1. هسه بدنا نقيس V2، هاي احسن نطفي اول مشان ما يصير الشرط. طفينا الدائره، هاي بنشيلها من مره مشان نوضح لكم الشغله، هاي وهاي بنشيلهم. في 2 لي ار 2 لي، هاي المقاومه هاي خلينا نشغل. هلا بنحط الاحمر برضه على احمر، يلا دقيقه، هاي هون للمقاومه، وبنشغل الكهرباء الاحمر على الاحمر، وهاي برضه طلعت معانا من 2 وتقريبا نص، قديش
اثنين ونص تقريبا اعتبروها اثنين و اثنين ثمان في تو صار اثنين ثمان ونص نشوف في 3 نصف الدائره في 3 وبنشبك على نشيله اول ايوه لازم نشيله مشان نوضح شو عملنا للثالثه الثالثه اللي هي هاي هاي الثالثه بنوصل معاها نفس الشيء هاي هون مع هاي لاحظوا شو طلع معاي برضو 2.4 من عشرة تقريبا شيء دقيق جدا 2.4 بالعشرة تقريبا هاي في 3 لاحظوا الامر كيف اذا قسنا الجهد على المقاومة الاولى الجهد على المقاومة الثانية الجهد على المقاومة الثالثة الهاي 5 فولت لازم تتوزع على R1 و R3 R1 R3 هاي R1 وهي R3 يعني لازم دين مجموعة يساوي تقريبا تقريبا 2.85% في نسبة معينة من الخلط مقبول أيوة مقبول كذلك الأمر E2 لين 5 فولت توزعت على R2 و R3 هاي R2 هاي R2 اللي هي V2 مجموعه تقريبا برضه الان بنقيس التيارات دكتور اذا بدك بنحط لهم E1 و E2 بجر بنقيس القياس لا مش مهم هيك احسن يضل في نسبه خطا احسن تمام هسه بالنسبه للتيار احنا خلصنا منه هذا كفولت ميتر الديجيتال مالتي ميتر خلصنا منه بنشيله الان بنقيس التيارات I1 I2 I3 هاي هذا ادق جهاز اميتر بنحطه على 400 ملي امبير هون وهاي على كومون وهاي على ايش ملي امبير ملي امبير تمام هلا مشان نقيس مشان نقيس اي 1 طبعا هاي المقاومه الاولى هاي المقاومه الاولى داخل عليها داخل عليها ناخذها ناخذ منها نشبك على الاميتر فكينا الاحمر وشبكناه على الاميتر وهي بنرجعها مكان صار توالي هلا بنشبك بنشغل التو باور سبلاي هاي 11.9 من 10 11.9 بال10 سجلها 11.9 من 10 هاي اللي هي اي 1 ميجر هاي هون ميجر التيار الاول المقاس طلع معي 11.9 من 10 11.9 ملي امبير ملي امبير طبعا قلنا بهم ملي امبير صح طب ملي امبير تمام الان اذا بندفع بنرجع هذا مكانه ايوه هذا الاحمر مكانه هذا مكانه كيف هو الشهر لازم الاميتر يضل دائما طرف حر هاي الاميتر حرر مشان الاميتر رجع التوصيل كما كان نعم الان بنيجي هذا نفس الشيء هسه بنقيس اي 2 اي 2 ايش بك لي هون دكتور هون كيف من هون حطه هون بنفك الاحمر على الاحمر بعدين نرجع حرب بنرجع الاسود مكان الاحمر وبنشغل الدائره 8.2 من 10 ملي امبير 2 في 10 ملي امبير 8.2 من 10 ملي امبير قيمه التيار رقم 2 8.2 من 10 8.2 من 10 ملي امبير 10 ملي امبير هسه اي 3 بحكي لك كيف الاول بنضم كيمها بنفك الاميتر وبنرجع التوصيل كما كان هسه هون اي 3 بنقيسه احنا ايوه نقيس هاي اي 3 هون هاي نشبكها هاي مع الاحمر وبنرجع الاحمر هون هاي والاسود هون وبنشغل الدائره 20 و4 ممتاز 20 و4 هاي 20 هاي 20 و4 لاحظوا اي 1 زائد اي 2 اذا هون طلع معي التيار المقاس اي 3 20 و4 هون 11.9 وهون 8.2 19 20 و11 يعني لاحظوا هون حسب قانون كيرشوف التيارات الداخلية I1 و I2 بيساوي الخارج I3 اها تجريبية اعطنا عن هاي القراءات هذول تجريبية لاحظوا تقريبا بنسبة 99% I1 زائد I2 يساوي I3 هلا دورك انت تحسب هاي تحسب هاي النظرية الان بنركز الصورة على الجدول لانه بهم نقله بالاحمر طبعا هذه القيم انت بدك تحسبها وتعبيها هاي الجدول وهاي الرسم البياني اللي عليه الدائره الكهربائيه اللي ايضا بدك تشوف القيم اللي عليها هاي ما يعني ما حبينا بالنسبه كيرشوف الاول
وكيرشف الثاني طبعا بالتوجيه من اخذينه وسهل جدا بالنسبه لكم هذا الدرس، ولكن الاساتذه اللي درسوا احنا وضحوكم يعني ايوه بقى. الجزء النظري كل محاضر بنزل شرح. شكرا استاذ سالم، بارك الله فيك، حياك الله.